زايد قدسي يحييكم وسعداء بلقياكم. هذا هو اليوم السابع في هذه البطولة دورة الخليج التاسعة بين منتخبنا الوطني ومنتخب البحرين الشقيق في ثالث مباراة لكل منهما. لعب المنتخب ثلاثة مباريات، مباريتين ودي الثالثة. المباراة الأولى مع عمان وفاز فيها منتخبنا 2-0، وتعادل مع قطر تعادلا سلبيا. طبعا قطر كمان ايضا لعبت ثلاثة مباريات. بالنسبة للمنتخب البحريني خسر مباراته الاولى مع الامارات 2-0 وفاز في المباراة الثانية مع عمان 2-0. بكده حصل منتخبنا على 3 نقاط من 4، ولم يسكن شباكه حتى الآن ولله الحمد أي هدف، وحصل البحرين على 2 من 4. واليوم هو اللقاء الثالث لمنتخبنا، وسيحاول إن شاء الله لاعبونا بإذن الله الفوز بنتيجة هذه المباراة لتكون بداية طريق المقدمة وإن شاء الله التتويج ببطولة الدورة بإذن الله. مدرب فريقنا طبعا عمر أبو راس، وقائد منتخبنا كما نشاهده على الشاشة صالح النعيمة، ويتقدم طاقم الحكام رون لارسون من السويد ومحمد صالح العلوي من عمان وشعيب محمد من الكويت وكودي تال من المكسيك. ويخرج لكم هذه المباراة الزميل يحيى عصيري ومدرب البحرين عبد المجيد الشتالي وقائد الفريق حمود سلطان كما سنراه في مقدمة فريق البحرين. منتخبنا لهذه المباراة عبد الله الدعيع في حراسة المرمى، ودفاعنا من اليمين لليسار بندر سرور، صالح النعيمة، أحمد جميل، محمد عبد الجواد. ويلعب في الوسط من اليمين لليسار أيضا زكي الصالح وفهد الهريفي وباسم أبو داود، وفي الهجوم يوسف جازع وماجد عبد الله ومحيسن الجمعان. ويطلق الصافرة معلن من بداية الشوط الأول. الكرة عند علي حسن، يرجعها لأحمد لصالح ريفي جنب بندر على الحيسن. حيسن ماشي يأخذ هجمة سريعة، اثنين داخلين قطعوا الكرة ويطلعوها رمية جانبية، رمية جانبية لمنتخبنا داخل منطقة الجزاء. الحكم يعطي الكرة بشدة الهجمة اللي كان داخل فيها حتى الخلفاء. بتتلعب الكرة دي داخل منطقة الجزاء على راس باسل وتطلع يطلعها، ده كان على راس زكي وأحمد جميل، وبترجع الكرة مرة ثانية وبسرعة باسم يرجعها لصالح. صالح بيلعب كرة طويلة قدام داخل منطقة الجزاء ناحية ماجد بعيدة، وبيخش حمد محمد ياخذ كرة شيب. يوسف ماشي اديها لماجد عبد الله وتبدا هجمة، وماجد يسقط على الأرض والحكم يحسن خطأ. يسلمها ليوسف اللي بيرجع للحل ماشي، يسلمها لمحيسن، محيسن بيحاور وفي صفارة، في صفارة، في صفارة، وفي على عثمان خطأ آخر.
لاعب مرة ثانية من زكي عالية. هذا على منتخبنا كرة محيسن هاشم محيسن هاشم محيسن ومعاه حمد وما زالت الكرة مع محيسن تتولع عليه في نفس الوقت في المباراة. الخامس والسادس ومان السابع كرة صعبة كرة جميلة في منطقة الجزاء والراس وترجع ودخل المنطقة وترجع مرة ثانية لبندر بندر بيلعبها داخل منطقة الجزاء عند ماجد براسه في المرمى ناحية المرمى لكن تطلع برا لمهد الهريفي مهد الهريفي لعبها نص ملعب البحرين ومحيسن بيحاور بشوط من واحد اثنين ثلاثة وفي خطأ لصالح محيسن ومحمد سعد حسن القيامة وكرة خطيرة في اللاعب وقدام المرمى ومرة ثانية كرة جميلة تلعب ما تخدمنا في الاحداث الاخيرة تتحرك وريفي بتتلعب كرة دي بيخش زكي عالية وقوية من الجزاء بتاع احمد جميل يلا يا ريفي بيلعبها لمحيسن يلا دي هجمه سريعه ومرتده وقدام ناحيه ماجد وناحيه يوسف وبيرجعها بيستبسل فيها سمير سالم يرجعها لحارس المرمى اللي كان يتابع ماجد فيها لحمود رجع له ماجد فواد يا لمحيسن مر محيسن بن حسن خلفانه ماشي وبين ذكرت في الشوط الاول ايضا عن حتى الان قاموا بالسلامه كلهم ياسين اللي نزل ولعب وقطع الكرة دي محمد عياد بشوطة أرضية لكن قدام يوسف ما حصلها أرضية قوية وعشرين دقيقة تمر والتعادل ما زال قائم جمهور كبير حاضر مباراة اليوم نظام يخرجوا فرحانين محمد أبو جواد ماشي محمد أبو جواد بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء ناحية ماجد يلعبها بالعرض ما في احد يكملها وتطلع جانبية بيجري عليها بندر بندر بيلعب كرة دي داخل منطقة الجزاء ترجع برا منطقة الجزاء بيخش حمود يمسكها من قبل ما توصل لراس يوسف جاد حمود سلطان بيلعب كرة على طول ديالي بندر بندر يرجع كرة للخلف لصالح صالح بيلعب كرة قدام انقطع احمد جميل بيلعبها لمحمد عبد الجواد وهجمة سريعة
ويلا يا محمد بيلعب كره داخل منطقه الجزاء وبيجري عليها الهريفي وتطلع ركنيه ياشر الحكم ركنيه عمل عبد الواحد بيجري عشان يطلع الكره دي يرفع داخل منطقة الجزاء في الهدف ماجد احمد عبد الله يسجل في الدقائق الاخيرة الرفعة الجميلة اللي رفعها محمد عبد الجواد ويحطها تسلم لرجلك يا محمد عبد الجواد وتسلم لي رافع ماجد احمد عبد الله يسجل الهدف الاول في دقيقة 43 كله هو وزملائه وهجوم كان متواصل ويسجل هدف ماجد براسه شوف الرفعه الجميله اللي رفعها محمد عبد الجواد كوره رايحه في هديه في منديل لماجد ويسجل منها هدف جميل هدف تصبح النتيجه هدف لمنتخبنا مقابل لا شيء هذه اعاده نقطة عالية طويلة بيلعبها زاوية على يسار حمود ويسجل الهدف الأول وشوف الجماهير وشوف أعلامنا وشوف الصور وشوف صورة خادم الحرمين والمرايات الخضراء الخفاقة بكم راح ولسه الكورة إلى الآن ما بدأت بعد طبعا لازم ضربة بداية انا قلت من بداية ويطلق سيداتي سادتي حكم هذه المباراة صافرة معلنا بفوز منتخبنا السعودي بهدف اللي سجله ماجد عبد الله واللي كانت نتيجة هذه المباراة الهدف مقابل لا شيء وتضاف نقطتين لصالح منتخبنا ليتصدر المجموعة بخمس نقاط بعد هذه المباراة التي كانت في شوطها الثاني أسرع وأجمل من شوطها الأول وتهانينا لمنتخبنا بهذا الفوز ونأمل إن شاء الله يواصل انتصاراته الدائمة ليحتل الصدارة ويكون هدف إن شاء الله لأخذ الكأس إلى بطولة الخليج وحتى ألقاكم سيداتي سادتي لكم من زاهد قدسي ألف تحية والسلام.